زكريا؟ أنا مشيش. لا تحيد عليه باش تشوف هذا. انا فيه سكنز قديمه سي زكريا. هذا كله كنز وكله ثمن زوين وكله رخاء وكله مستعمل وكله زينه وخزينه. اللي عنده يلبس اللي ما عندوش يلبس عنده مجوز خزه. نوريك ولا نجمعهم نمشي بحالي؟ لا غادي تورينا سي زكريا، احنا ما جينا عندك باش تورينا. ايوا زير معايا. عرفتي هذا الكنز؟ هو كنز ولكن فيه اربعه ديال الكنوز. فهمت؟ جديد ابدا. واه هذه كنعطيها للحباب كنجمع لهم الميزات. قرب لي دابا باش غنبدا غنغمض عيني ونبدا كله مميزات. غمض عينيك وبدا حنا عطينا له هذا. واو شنو هادشي؟ ما شاء الله ما شاء الله. قرب زيد نوريك شتي هاد السلات اللي هذيك دايره يدينا بعدا راه ديجا مضروبه بواحد الطريبه قصتي يدي هنايا واحد الدجاجه. شكرا انتوما. شوف السلات برومو سامبل. عرفتي شنو هادي؟ هادي الناس اللي كيقلبوا عليها في جديد وما كيلقاوهاش. قرب حاول تقرب مزيان وقرب باش يشوفوا كي دايره. هادي سريتلا برومو سامبل مستعمله، فيها القياس 6 سنتيم، فيها جوج سامبل وواحد مبروم. الصح والعمل فين تخبع الفليسات كالناس، ها فين كتخبعوا في الناس الفلوس ماشي في شي حاجه اخرى. فيهم ثلاثة بيهم 19.29 الجرام. الثمن الجرام غير 720 درهم للجرام. المستعمل راه طلع وجديد راه طلع حتى هو، واخا طاح راه عاود طلع دابا عاوتاني الذهب. راه اي جديد كنعلموكم به في لاباج. شوف دابا سي زكريا ما كاينش تاباش في الثمن ديال الذهب. ما كاينش تاباش اخويا، كل نهار كنسمعوا تاباش. وانا فهمت انا هذا العام هذا ما عمري فهمت انا هادشي. يعني دابا الناس راهم دايخين دايخين. دابا حنا راه كنشريو بثمن ونبيعو بثمن، راه ما عرفنا شنو غنديرو. المهم الثمن ديال بوشارة غزة ديما في ثمن زوين، يعني ديما كتشري بثمن بون اوكازيون، كتشري بثمن المستعمل، ما كنحسبولكش حنا كاع جديد. إلا جديد كيدير 15 400، أنت كتاخد غير ب 14 400 ريال، وسريت لها هي مالها، غنشدها ونغسلها ونعاود نبيعها في جديد، ولكن لا، حنا معروفين ما كاينش الكذوب. اللي قديم قديم واللي جديد جديد. المصداقية ضروري خصها تكون في صاحب الذهب. المهم نعطيك المعلومات عليها، 6 سنتيم في القطر 19.29. الثمن الجرام 720 درهم اللي هو 14400 هو 72 اورو الجرام، كتقام 13850 درهم، 1385 اورو. سالي 3 نقاع مازالها واعر. حيد عليا هادي. زيد قلتي لي بزاف الجوجه ياك. ضروري يلا. الشراب اللي عامر بالهميزه. زير معايا نعطيك. شوف. شوف. قول لي واش غتلقى هذا الموديل هذا الكرافاش غورميت. هذا كرافاش على شكل غورميت. شوف. خدومه تبارك. شوف تبارك الله كيجي. شوف فينيسيون واعر، كتجي في واحد العبار واعر ديال الرنك. شوفها ما شاء الله غزاله كتحمق. بياسات لبسها قليل في تلقى اللي لابسها. تلقى كرافاش ما تلقاش هاد الديكرا ديال الفن. هاد السنيسله السيده بصمت فيها 13.70. مازال هادشي اللي كتشوفو راه كيتغسل على حسابنا، وكنعطيكم بواطه في المستوى والتوصيل حتى الباب الضروري الهديه معاه. شوفوا تبارك الله كيفاش دايره. فيها 13.70 الجرام، الثمن الجرام 13800 ريال، 690 درهم. شوفوا اللي كناخذوه بقل راه كنحسبوه لكم بطاطا. غير كنقولوا الرخاء، اش كنقول لكم اللي عنده يلبس واللي ما عندوش يلبس. 690 درهم غيشري هاد السلسله اللي كتباع ب 750 800 350 درهم على حسب الموديل ديالها. شفتوها هادي كتقام ب 9450 درهم، 945 اورو. ها هي هادي نجمعوها. غنعطيكم حاجه اخرى عاوتاني. قرب لي باش نعطيك عاوتاني حاجه اخرى. هادي دوزناها. بقى عندي هادي. شوف خويا عبد الصمد، هاد الكورميت هادي واش عمرك شتي بحالها؟ انا عندي زميلهم بزاف. هادي راه السيده كانت عندها، هادي كتعشق الرومي وكتعشق البلدي، وطلعت لنا هاد التشكيله الغزاله كورميت ديال الويت مع اربعه ديال لي دوبوندونتيف غزال في المستوى ديال كريستيان ديور ديال الروليكس. هاد القليب مقسوم على جوج. تبارك الله جات واعره في واعره. قرب لهم زيد، قرب لهم كاع اكثر يشوفوا هادي. تبارك الله انا عجبني هاد الديزاين ديال هادي، الله يعطيه الصحه اللي خدمها. جات زوينه صراحه، الله عصريه بلديه، يتقبلها اي واحد يتقبلها، صغار وكبار صغير وكبير يعشقها.
هذه غير هي كتكون من صالح في الديدات الصغار 17 سنتيم، يعني اش كتدو عبر البلاد كنعبروا من لهنا ولهنا ما كنعبروش القفلو السداده 17 سنتيم، يعني قياس زوين اللي ديداتهم ما غلطش راه غتجيهم واعره. ها انتم عطيكم فكره كيفاش كتجي كيجوا ديبوندونتي في الجناب كتجي واعره واعره شي حاجه غزاله. هذه اش كنقول لك 17 سنتيم فيها 12 غرام فاصلة 73 حتى هي ب 14400 ريال نقا. هذه تاخذها ب 15600 و 15400 وعاد تزيد تشري لي بوندونتيف كتقام ب 9170 درهم. اللي بغى هذه 9170 درهم يتواصل معايا في 09 اي حاجه بغيتوها البنات في هذا في لا فيديو تواصلوا دي ام معايا في 09 21 24 0240. زيد مازالش مازال عندي ليك واحد الهبيزه كتحمق هذه براسي بقى لي براسي ديال الجلوي العصري والبلدي كلشي عند مجاور تغزال بالسعم. العصري كاين البلدي والنقا النقا ما فيه لا ضربه لا والو ما فيه لا ضربه لا والو، يعني تشدو تغسلو تحطو في فيترين تربح 14 16000 ريال زايده د الموديل. ولكن لا حنا ما غنديروش معاك ديك القضيه، حنا اللي قديم قديم واللي جديد جديد كلها كيتباع بالثمن ديالو. هاد البراسلي فيه 5.9 في القياس، يعني قياس ستوندار. الجراماج 7.2 صحيح ما كيتبوماش 5180 درهم باش كيتقام هذا البراسلي. هذا اللي عليا خويا عبد الصمد، بقى غير تعطيني واحد الكلمه نعطي للكليان ديال العزاز اي حاجه بغيتوها. نسمع اي حاجه بغيتوها في هذا الفيديو هذا ما عليكم غير تواصلوا معايا في 06 21 24 02 40 فقط، كتعطيني سميتك وكنيتك والادريس ديالك كامله ونمره التليفون وكنديرو لك التوصيل حتى لباب الدار ما بين 24 ساعه حتى 48 ساعه. كل ارتيكل كتاخذ معاه هديه، كنشكرك على الثقه اللي كدير فينا ومرحبا بالجميع. حنا كنتواجدوا في مدينه ازرو والتوصيل لجميع المدن المغربيه. مرحبا قطاع الله يدير الخير.